السلام عليكم. رح نعمل طعمية مصرية، كتير طريقتها قريبة من الفلافل الشامية، بس بدل الحمص رح نستخدم الفول المدشوش أو المقشور. رح نروح للمكونات. عنا نصف كيلو فول مدشوش أو مقشور، مننقعه إحنا قبل بيوم تقريباً. وبعدين عنا معلقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة، معلقة بيكنج بودر، رشة فلفل أسود ورشة كزبرة وكمون. وبعدين عنا الخضرة، بقدونس وكزبرة. ما كتير منكتر بقدونس وكزبرة، يعني ممكن نصف ضمة بقدونس صغيرة ونصف ضمة كزبرة، عشان احيانا الخضرة هاي بتسود الطعمية. وبصلة متوسطة، ولو عنا بصل اخضر او كراث كمان بيعطي نكهة ولون كمان حلو. وحبتين ثوم، وكمان نصف كوب ماء. هلأ انا هاي المكونات خلطتها بالخلاط، حسيت انه بالخلاط بتطلع انعم واحسن. هلأ بعد ما خلطتها بالخلاط حطيتها بأكياس وبالفريزر. كل ما بدنا نقلي منطلع الكيس ومنخليه لحتى يفك شوي، وبعدين بسخن الزيت وبعملها بإيدي، وممكن أرش سمسم أو ممكن نحشيها بفليفلة أو حشوات مختلفة. هلأ هيك بعد ما تحمرت أنا شلتها، هذا هو الشكل النهائي. طبعا بتقرش وخضرة من جوا وكتير طيبة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ولو ما عاملين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.